السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بنا لنرى ونسمع من هذا الأخ السعودي المحترم ماذا يقول عن الشيخ الشعراوي رحمه الله، وبعدين نرد عليه بالدليل. من كان معجبا بتفسير الشعراوي، خمس أشياء راح أذكرها لك ما تعرفها عن الشعراوي. الأولى أنه صوفي، إذا كان يعجبك التفسير الصوفي توكل على الله. أنه أشعري، إذا كان يعجبك الآيات في الباب الأسماء والصفات أن يؤولها على حسب المذهب الأشعري هذا شأنك. الثالث أنه يقول بمشروعية التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا يعجبك هذا شأنك. الرابع أن التفسير أخلاه من التفسير الأثري المأثور عن الصحابة والتابعين، وإنما كان على ما تملي عليه اللغة. الخامس أنه يعادي الدعوة السنية التي قيل فيها اليوم افتراء وكذبا وزورا الدعوة الوهابية، فهو من دعاة العداء. طبعا سمعنا كلام الأخ المحترم السعودي، تكلم عن الشيخ الشعراوي كلام كثير ووصفه بأوصاف ليست فيه، يعني من أحب القراء إلى قلوبنا فضيلة الشيخ سعد الغمدي حفظه الله ورعاه، وهو من السعودية. ذات يوم كان عندنا في زيارة في مصر، والفيديو بتاع الشيخ سعد الغمدي موجود على وسائل التواصل والجميع يعلم ذلك. يقول نزلت في هذه الزيارة في مصر، فلما ذهبت لأبيت فأدخلوني في غرفة فقالوا لي هل تعلم من كان يبيت في هذه الغرفة؟ قلت لا، ده كلام الشيخ سعد الغمدي حفظه الله ورعاه. الشيخ سعد يقول قلت لا أدري. قالوا له كان يبيت في هذه الغرفة على هذا السرير الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. فالشيخ سعد يقول أنا سمعت كثيرا أن الشيخ الشعراوي كان صوفي وكلام من ده، يقول فأردت أن أتحقق من باب قول الله سبحانه وتعالى فتبينوا، فسألت صاحب المنزل وقلت له أستحلفك بالله هل كان الشيخ الشعراوي صوفي؟ قال له لا والله أبدا، بل تبرأ من كل هذه الأشياء. فالشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى كان له محبة وقبول بين الناس، والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فيا أخي اتق الله في كل كلمة بتقولها، وربنا يرضى عنا وإياكم ويرزقنا وإياكم شهادة الحق، والسلام عليكم.